مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا كفاءات الامارات. وكما تعلمون مشاهدينا ان كل مجتمع يرتقي بما فيه من كفاءات ونجاحات، وخاصه ما اهم ما يميز دوله الامارات العربيه المتحده العزيزه ما بها من كفاءات علميه وفي كل المجالات. معنا اليوم كفاءه جديده من كفاءات ابو ظبي، دكتور محمد شعران عبد الله، طبيب اسنان تخصصي اختصاصي ابن بغداد، واختار بغداد العراق واختار دولة الإمارات ليكمل فيها مسيرة نجاحه. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، يا مرحبا، شرفنا بزيارتكم. أهلا وسهلا دكتور محمد. في البداية يعني نود أن نعرف الجمهور من هو الدكتور محمد وكيف كانت نشأته وكيف تم دخوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد دكتور محمد شعلان عبد الله، عراقي الجنسية، طبيب أسنان أخصائي مختص بتركيب الأسنان الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا البلد العزيز على قلبي، منذ العام 2003. حقيقة البداية كانت من العراق. أكيد خلي نرجع خطوة قبل وصولنا إلى محطة أشكر شكرا جزيلا. فالبداية كانت من العراق، حيث التحقت بكلية طب الأسنان تحديدا في العام 1992. كانت دراستي لمدة 5 سنوات، تخرجت بعدها بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان. كان التخرج في العام 1997. حقيقة تخرجت من ضمن 10 المتفوقين الأوائل، وبناء على هذا حسب النظام المعمول به في العراق آنذاك يتم تعيينك في الجامعة كعضو هيئة تدريسية، وتتحصل على فرصة دراسة الماجستير داخل الجامعة. فحقيقة كانت البداية مهنية أكاديمية في نفس الوقت، يعني كنت أعمل مع الكوادر الأكاديمية في الإشراف على العيادات داخل مستشفى الجامعة، وفي نفس الوقت كنت أدرس درجة الماجستير. الماجستير كان في تركيب الأسنان الثابتة والمتحركة آنذاك، والحمد لله بعد 3 سنوات تخرجت بتقدير امتياز، وكنت الأول على قسم صناعة الأسنان في ذلك الحين. يعني تفوق علمي دراسي. الحمد لله. فاكتسبت منذ البداية خبرة مزدوجة، كانت خبرة الدراسة والاحتكاك مع الجيل الأول من الأساتذة العراقيين. الجيل الحقيقة أنا أعتبره رواد العلم والجيل الذهبي اللي درس في جامعات مرموقة في فترة السبعينات والثمانينات، وهو اللي أدار العملية التعليمية في الجامعات العراقية فيما بعد. يعني على إيد بالضبط. فهاي الفرصة الذهبية اللي احنا حقيقة حظينا فيها في وقتها، واكتسبنا خبرات ومهارات كبيرة في هذه الفترة. حقيقة بعد التخرج الظروف الاقتصادية والسياسية طبعا أحيانا، وأنت شخص صاحب طموح علمي ومهني، خاصة العلمي بالذات يعني يحتاج جو من الرواية. بالضبط يحتاج أجواء معينة، تنظيم معين، مؤسسات مهيئة أنه تدعم الخطط المستقبلية والمهارات وغيرها. فكان العاملين، هذه العامل الطموح نحو الأفضل والعامل الاقتصادي طبعا. صحيح. يعني نقدر نقول ان المحطه الاولى اللي بدات فيها مسيرتك العلميه كانت في بغداد، ثم انتقلت بعد ذلك الى بريطانيا لتكمل دراستك. لا، حقيقه بعد العراق، بعد دراسه البكالوريوس والماجستير بفتره قصيره غادرت العراق، توجهت الى الاردن. ومن عندها استحصلت على اول فرصه عمل لي، كانت في اليمن. ظليت سنة تقريبا باليمن، ومن ثم انتقلت إلى سلطنة عمان. اشتغلت لفترة قصيرة حوالي 6 أشهر، وإلى أن صار الاستقرار النهائي في الإمارات، وهي الفرصة الحقيقية اللي يعني. يعني لاحظ أن حضرتك رحت دول كثيرة، عايز يعني تحديدا لماذا تم اختيار حضرتك لدولة الإمارات بالذات لتكمل فيها مسيرتك دون عن مسيرتك؟ حقيقة المعلومات عن دولة الإمارات كانت تصل عبر الحدود، يعني كنا نعرف أن هذا البلد اللي ما يخسر من يتوجه له، يكبر علميا ومهنيا. كل من أعطته الحياة فرصة أن يأتي إلى دولة الإمارات
حقيقة حقق الطموح وأكثر من الطموح اللي كان يرجوه. فكنا نحلم حقيقة بالوصول إلى دولة الإمارات، بلد عربي متقدم، علامة بارزة في المنطقة، يقود الثورة العلمية والتطورية في المنطقة. فكانت فرصة حقيقية حقيقة أن نصل. وصلنا في وقت في 2003 حقيقة كان البلد يستقطب الكفاءات وأصحاب الشهادات بطريقة يعني حقيقة، ودعم مفتوح كان للمهارات والشهادات. فكنا جزء من هالفرصة هذه. طيب دكتور محمد، يعني نتكلم تحديدا عن مركز حضرتك هوليستيك لطب الأسنان. هوليستيك دنتال سنتر، نعم، مركز هوليستيك لطب الأسنان. كيف تم إنشاء هذا المركز وعلى أي أساس يعني بدأ؟ كيف كانت بداية حضرتك؟ نعم، البداية بال 2003 التحقت بالقطاع الخاص، عملت لمدة 6 سنوات في إحدى العيادات الخاصة في أبو ظبي، وفي نفس الوقت كنت أقوم بعمل أكاديمي في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لمدة 3 سنوات، كنت عضو هيئة تدريسية فرع أبو ظبي. حقيقة في 2008 جاءت فكرة الاستثمار. ممكن قراءتي الشخصية كانت البلد هي كل فرص الاستثمار الحقيقي. النظام الاستثماري في دولة الإمارات مبني على أساس الحرية والانفتاح والشفافية والحماية التجارية والدعم اللامحدود، كل هذه عوامل ما تتوفر في أي مكان. فوجود الطموح، وجود الشهادات العلمية مع الخبرة، مع هذه الظروف التكميدية الاستثمارية بالضبط، فأخذت القرار أن أفتح مشروعي الأول. وكان حقيقة هو مشروع متواضع، كان عيادة وليس مركز، بنفس المسمى عيادة هوليستيك لطب الأسنان، وكانت عبارة عن كرسي واحد وعيادة بسيطة. يعني لكن الطموح والحلم كان كبير دائما، وحقيقة حب الناس ودعم الناس وثقة الناس للعوام من 2008-2009 إلى 2015 هو اللي شجعني أن أخذ الخطوة الثانية بالتوسع إلى مركز هوليستيك لطب الأسنان اللي هو أنتم حاليا مشرفين به. لنا الشرف، إحنا متشرفين بوجودكم وجودنا في مركز حضرتك أيضا. يعني طيب دكتور، يعني هذا المجال، مجال الطب وخاصة طب الأسنان، واسع وفي كثير من المنافسين صحيح. طيب إذا تحدثنا عن ما أهم ما يميز مركزكم عن باقي المراكز والخدمات التي تقدمونها؟ حقيقة احنا عملنا على 3 محاور. المحور الأول أن يكون الكادر الطبي كادر مستحصل على أعلى الشهادات العالمية، وحقيقة الفريق اللي موجود معنا مثل الدكتورة غزوة والدكتور أسامة والدكتور آرول كلهم مستحصلين على شهادات من أفضل الجامعات. يعني على هذا الأساس أنت اخترت الكفاءات؟ الكفاءات أصحاب الشهادات العالية. كذلك عملنا على التقنيات. هنا مركز هوليستيك طب الأسنان هو مزيج من طب الأسنان التقليدي وتقنيات المستقبل. حقيقة خطينا خطوات كبيرة في هذا المجال. أوضح لك مثلا طب الأسنان، احنا يعني بدينا نطلع على هذه الأمور قبل 4-5 سنوات، كانوا يقولون ديجيتال دينتستري، يعني طب الأسنان التقني أو هو المستقبل. يعني استخدام البرمجيات التكنولوجيا الحديثة في علاجات طب الأسنان كانت فكرة مطروحة وبدأت في دول متقدمة بالعالم. لكن بحكم ما أسلفت يعني أن هذا البلد مفتوح على كل التقنيات الحديثة، على كل الإمكانيات، وحقيقة ما في شيء يظهر في الأسواق فيما يتعلق بطب الأسنان في المؤتمرات أو في الأسواق أو في المعارض إلا وتجد من يزود في البلد بفترة زمنية قياسية. فاستفادينا من هذا الانفتاح دولة الإمارات على الأسواق العالمية وعلى التقنيات الحديثة لطب الأسنان، واستطعنا أن نأسس بنية تحتية ممتازة هنا. التقنيات الحديثة اللي أقصد فيها هي العالم الافتراضي. اليوم إحنا نستطيع أن نعالج المريض افتراضيا قبل العلاج الحقيقي. كأنها يعني كانت ترسم له خطة يعني مثلا للعلاج. مثلا انت اليوم اجيتي للمركز طلبتي علاج زراعة الأسنان. تمام. في طريقة العلاج القديمة انه تم عملية تصوير شعاعي بسيطة وبعض الفحوصات وتتم العملية وهنا القرارات تؤخذ أثناء العملية. صحيح.
أصبحت الآن التقنيات متاحة بحيث أن أنا أستطيع أن أخلق نسخة طبق الأصل منك على الكمبيوتر من خلال برمجيات معينة، أشتغل العملية بالكامل من وضع الزرعة إلى وضع التلبيس إلى وضع اللثة وكيف شكل اللثة راح يكون، وكل هذه الأمور تتم افتراضيا قبل ما نتوجه للمريض وتكون موجهة أثناء العلاج، علاج المريض يعني كل الخطوات مسيطر عليها أثناء علاج المريض. يعني إذا أردنا أن نقول لك يا دكتور محمد، كيف ترى مشروعك أو مركز حضرتك بعد 5 سنوات من الآن؟ أنا أجد الحمد لله يعني حاليا مركز هولستيك لطب الأسنان يعتبر اسم متميز في تقنيات العالم الافتراضي، طب الأسنان الافتراضي، ومعروف لكثير من مزودي الخدمة في إمارة أبوظبي. أتوقع رح نخطو خطوات أكبر، رح نستثمر في هذا المجال أكثر، لأن هذا هو المستقبل حقيقة. والبرمجيات هذه تتطور مع الأشهر والسنوات، والتقنيات الحديثة تستجد كل يوم، فهذا هو هدفنا أنه نكون نقود التجربة الجديدة لطب الأسنان في إمارة أبوظبي فيما يخص العالم الافتراضي في طب الأسنان. النجاح والتوفيق يا ربي دكتور. يعني طبعا حدثك داخل دولة الإمارات وتحديدا داخل أبوظبي، واستكملت مسيرة نجاحك داخل هذا البلد لما ينعم به أو ننعم به جميعا من نعمة الأمن والاستقرار والأمان. ونحن على مشارف يعني أعياد وخاصة عيد الاتحاد الوطني، إذا أردنا من حضرتك كلمة توجهها لشيوخ وحكام دولة الإمارات الذين يحتضنون جميعا، ماذا تود أن تقول لنا؟ أهني حكام وشيوخ الإمارات بالعيد الوطني، ودائما نكرر ونقول نحن أبناء هذا الوطن، ونشعر بالانتماء لهذا الوطن، لأن لأن لأنكم لم تبخلوا بأي شيء على جميع من يعيش على تراب أرضه، على تراب هذا الوطن، المواطن والوافد، الكل سواسية، الكل أخذ نفس الفرصة، الكل تنعم بنعم الإمارات بنفس المساواة وبنفس الطريقة، فهذه النعمة حقيقة نحن نشكركم ونتمنى لكم الموفقية وخطوات الازدهار.
خلي أخذها على ثلاث مستويات. في بداياتي والدي الله يرحمه متوفي، كان يؤمن أنه في يوم من الأيام سيكون لي شأن، فربيت بهذه الفكرة وبهذه الثقة، رغم أنه فارقني في عمر مبكر، يعني في بداية الجامعة، لكن ظل تأثيره موجود داخلي. زوجتي حقيقة كان لها الفضل الكبير في مشواري، دعم معنوي غير محدود، ومن خلال برنامجنا بنوجه لها أيضا تحية، وأنا أحييها حقيقة، كان دعمها غير محدود وكانت واقفة إلى جانبي في كل هذه المراحل. إحنا نتكلم ممكن في دقائق، لكن هذه سنوات طويلة من الصبر والمعاناة والتحدي، وكانت حقيقة مثال الشخص اللي صدق في دعمه، يعني وحقيقة هي كان لها دور كبير. يعني كل رجل عظيم امرأة، يعني هي تجسدت ليس بالكلام بل بالواقع، يعني ودعوات الوالدة طبعا خليك. الوالدة يعني دعواتها دائما، تعرفين أن الأم تحب جنة. بالضبط، فدعوات الوالدة أنا أحس فيها كل يوم أنها تتوجه بالدعاء لي. وهذا دكتور يعني في نهاية حلقتنا اليوم، يعني احنا لقاء حضرتك ما يتشبعش منه طبعا. أشكر جزيلا. في النهاية دكتور يعني احنا تشرفنا أنا وبوكي فريق، أنا تشرفت بزيارتكم حقيقة مع حضرتك اليوم، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق. شكرا جزيلا، شكرا على الزيارة. أشكر مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقتنا، انتظرونا الأسبوع القادم وكفاءة جديدة من كفاءات الإمارات. دكتور أسامة إسماعيل، أحد الكفاءات الموجودة داخل المركز، أهلا بحضرتك دكتور أسامة، عرف الجمهور عن نفسك. معكم الدكتور أسامة إسماعيل زوايدة، دكتور أسنان عام. أغلب الشغل أنا اشتغلته خلال 10 سنين الماضية في اختصاص العصب والأطفال، وجيت للمركز بحكم خبرتي في هاي المجالين. ما شاء الله. طيب يعني دكتور ما شاء الله على حسب خبرتك الكبيرة، سبب اختيار حضرتك لهذا المركز للانضمام إلى فريق العمل، ما هو السبب؟ بصفة عامة الواحد يدور على أي شغل يكون أو مكان العمل اللي هو ذا السمعة الطيبة ورضا الجمهور عنه، فالمراكز زي دي هي اللي بترفع مستوى الطبيب وترفع مستوى حتى طبيعة الشغل، فدائما الواحد يدور على هاي المراكز. والدكتور محمد ما شاء الله عليه، يعني سمعته في السوق عالية، وطبعا أكيد شرف الواحد ينضم لمركز بهاي السمعة.